مشاهدينا الكرام، حيا وقوة ومرحبا في هذا المكان الجميل وفي هذا الريف الرائع، وحلقة جديدة من كاميرا في الريف 6. حيا وقوة، وأنا أقول ألف مليون تريليون أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين. تابعونا لتعرفوا أكثر عن هذا المكان من خلال التقرير التالي. ما أجمل القرى التي تجاور الوديان أو تكون قريبة منها، حتى وإن كانت بسيطة في مظهرها الخارجي، فوراء الأكمة ما وراءها. غاية مناك أن يكون لك منزل هنا. قرية الأعوج هي إحدى قرى مشرافة بوصاب الأسفل، وهي آخر منطقة حدودية لمحافظة ذمار. موقعها على وادي رماع الشهير هو ما شدنا إليها، رغم أن جوها كان حاراً إلا أننا نسيناه ونحن نطوف بأرجائها ونرى الحياة ضاربة عملاً وأملاً في كل بقعة زرناه فيها. لن يجد الزائر صعوبة في التعرف على قرية الأعوج، فسرعان ما يتطوع أبناؤها ليكونوا مرشدين للقادمين إليها. بعد مرورنا بشوارع القرية مضينا بصحبة أبنائها بين حقول خضراء فائقة الحسن، وحيثما صوبنا نظرنا كانت تطالعنا مزارع لأشجار المانجو التي تزرع أنواعا مختلفة منه، كما طالعتنا شجرة الموز وعناقيدها المنضدة بعد أن سقيت بالماء. المانجو والموز رزق أبناء القرية، ويعد موردا اقتصاديا يغذي السوق المحلية اليمنية، كما يصدر لدول عربية شقيقة. يدهشك حماس شباب القرية وهم يعملون بهمة عالية في مزارع الموز، كما هو حماسهم في العمل في أرضهم المعطاءة والمنتجة، فإن لهم حماسا كبيرا واهتماما واسعا بالرياضة، خاصة لعبة كرة القدم. وقد صادف وجود طاقم الكاميرا في الريف اليوم الختامي للدور الرياضي الذي عقد وينظمه الوجهاء والأهالي من قرية الأعوج بوصاب السافل، ويشارك فيه شباب القرى المجاورة لها. قاموا بدعوتنا لنشهد المباراة الختامية للدوري، فلبينا دعوتهم، فهم أولى بالاهتمام والرعاية والتشجيع. شاركناهم فرحتهم، فكان يوما ماتعا لنا بما شاهدناه من روعة في القرية، وبحضورنا ملعبها الذي اكتشفنا فيه أن الشباب في الريف اليمني لديه الكثير من المواهب والقدرات، لا ينقصه سوى الدعم والتحفيز، خصوصا وهم يجمعون بين العمل في زراعة الأرض وممارسة هواياتهم الخاصة. علي صغير عبد الله ناصر. علي صغير عبد الله ناصر، احنا معنا فقرة الممثل فيها يكون لأول مرة، الجائزة فيها 20,000 للفائز الأول و 10,000 للخاسر، يعني ما بش خاسر، كلهم فائزين. فعندك استعداد تمثل؟ ما استعد تمثل معنا؟ أيوه. ما قد مثلت؟ لا ما قد مثلت أول مرة. إذن أعزائنا المشاهدين، فقرة ممثل أول مرة، شكل الآدمي هذا مبدع. الاسم أيمن. تخزن؟ أخزن أحياناً. أحياناً بس المشهد وعلى التخزين. يعني كذا يوم جمعة يوم سبت. قد مثلت؟ لا لا أم. تجرب تمثل؟ مجرب. إذن صاحبي وافق إنه يمثل، تابعونا. طبعاً الآن عن مثل المشهد أنا وأخي كمال، وأنتم تشوفونه وطبقوا لي عن مثله. وأنا قد اخترت اسمك علي صغير. علي صغير حيكون صاحبي، والفوز بيدينا إن شاء الله. صاحبي اللي حيفوز. أنا متأكد من صاحبي. ليش؟ لأن لا صاحبي بيخزن. وهنا مخزن. إذن نشوف المشهد، نسمع تصفيقه. ما قلت فيها كمان؟ ها؟ أكبر عليهم دبي. عندي هذا كان ايه؟ الفوز. أنا ما بطلع. الفوز ها؟ بدي شكور. ها؟ قول. وبعدين زناء مستوينه الله يجب تواصل. هذا مصمم هذا بودر والله
الو الو يا ابا المطر اجى ودخل البيت من الطويق وخلى الدنيا محلقه بها وقنا ايش؟ الماء دخل البيت يا ابا الماء دخل البيت دخل البيت كله الحمد لله بعد شهر دخل الكهرباء يلا اول تدخل الماء البيت الماء اين البيت؟ دخل البيت الماء ايوه دخل قلنا شهر دخلنا الكهرباء يا سماي يا قليل الذوق يا قليل الحياة ان مرتك بس اولاد وانت وين بتنصح لها وين مخدم عارف الدنيا الدنيا تجيب الولاد زوج تجيب الولاد ولا ها قليل بزير ما به ها كيف راح زوجتي مشي حامل هبالة هبالة زوجتي مشي حامل هبالة أتأكد أسير أسير أتأكد أتأكد حتى ما بدي حامل هبالة شنك أنا ما ليش مزوج هذي هبالة هبالة أسير أتأكد 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 أتمنى أن أتزوجت ما أشتري يوم تلس أتأكد أشكالت أشكالت يا سمير يا سمير زوجتك بتقول قالت يا سمير أنا كمان أنا كمان هبالة الظل أظهر بس بودر زيدوا لها السم هذاك بتخلط بتخلط ما وصليت أيام أظن أظن ما أخبرها ولا أقول لا أنا أختي مولدة ما رأيك تولد أختها مرتك ها؟ أختي مولدة تولد تولد مرتك أختي شفتوا المشهد؟ ايوه بتطبقوا صح؟ ان شاء الله انت تبدا موافقين؟ موافقين تصفيقة ما لا لا كبري لا لا كبري حرام ما عندي لك لا إلا كل الزوء كل الزوء ما بي مرحبا ما قال مرحبا اكتب بسرعة اكتب 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 ايش يا ابني يا با وقع مطر هو الماء دخل من الديوان وغرق البيت ايش حصل الماء دخل البيت يا با غور قبل ما فهم الحمد لله ما قال الماء دخل البيت والشغل العجين دخل من الكهرباء مبروك والشغل العجين دخل مش مليح ايه جاوب التلفون تلفون يرن
التلفون. التلفون قال. عمر. بسرعة بسرعة بارتك تولد دحين شن قلامش تشبع. معانا. معانا معانا بيت صحابك ودور قلب قام الليل. ليه نابل؟ يا ست الساعة لك انت صحابك. نابل. كم عمر ما تعمدك بسرعة الليل مرتك بارتك اشتولد مرتك اشتولد؟ ماش تولد أبن إجلو بسرعة قلق أنا مش بقولك أنا لا أول شيء تقول أنا حد أقول لك هتروح تقول زوجتي بتولد يا أخي أنا شعر بحث وقلت تولد زوجتي تولد كيف تولد؟ قلنا القرآن لا زوجتي مش حامل مش حامل يا أخي يا رجل عمر الليل بسرعة مرتك اشتولد يلا مع السلامة ما أنا يا رجل ما أنا زوجتي اشتولد يا رجل أكثر ما أنا أنا مزوج زوجتي مش حامل زوجتي مش حامل ليش ما تأكل يا اخي شلون اتاكد انا؟ اتاكد انا مش مزوج يا جماعه ليش ما تتاكد يا اخي؟ انا اتاكد بس انا ما اسميش عمر اسميش انا حمادي انا ما اسميش عمر انا ولا انا ما اسميش عمر ما ليش اسمي عمر صح انت كمال اسمي كمال انا بلا هذا كله بسبب رقات المبودل كلوا لك كزوا لك ويخرج خزوا رقات نظيفة مثل رقاتي أنا ما هلوس طبيعي مليك بس انت داري جارتنا تولد نسوان أخذها تولد ملكة نبقى المنكة معنا مع طورو سم قادرة من قادرة حقيقية نعم أين نطلع معك خرج على صح أيوة من ها مستحيل يا حياة أول بعد في أيام خلاص تمام ها ابني يا با وقع مطر بسرعه وقع مطر القريه كلها غرقت والماء دخل الديوان للبيت اي الماء دخل للبيت ها رجع قريه شارع عايزين ندخل الكهرباء وشارع قاعدين ندخل الكهرباء مع السلامه الحمد لله الدوله الماء للبيت وصلوا الماء وشارع عايزين نوصل الكهرباء وشارع قاعدين التلفون هكذا الله يبارك فيك ها؟ وبعد يا أخي بعث لك مباراة في كرة القدم بين بلبل الجواء وريال ها؟ بس عجبني أهل صنعاء إحنا هدف على إشبيلية هي جاوب التلفون خلينا نهدر مقلوب عمر بسرعة يا عمر مرتك اشتولد قدامنا اشتولد بسرعة مرتي؟ ياه مش مزوجة زوجتي مش حامل زوجتي مش حامل ما عليك من التلفون اصبح على التلفون خلاص يعني انت تتذكر لا ضروري اروح اتأكد وبعدين تجي تقول انا مش مزوج يلا لا ها انا راحت اتق اي روح والله بزبط مش حامل اي ها صحيح ده مرجعه
بدي اروح اشوف المرأة. أعزائي المشاهدين، تابعتوا المشهد وهؤلاء تابعوا المشهد والجماعة ما قصروا بالرغم انهم بوردين شكلهم خدروا نسيوا انهم بيمثلوا. على العموم المشهد عن القات وآفة القات ما لا تعد ولا تحصى. النتيجة كيف؟ أنا أعتقد أنه مناصف هالاثنين. 15,000؟ إذا مبروك عليك 15,000. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى فقرة ركز معي الجماعة. جينا وهم بيشتغلوا في الموز مركزين. طيب الآن معاكم 15 كلمة، كل كلمة ب 2000 30,000 لو جبتوا ال 15 كلمة. ذاك حطينا في ذن السماعة، بنشغل الآن صوت صاخب ما يسمعش أي حاجة. أنت مهمتك تفهمه بالرموز بالحركات بالبركات، أهم شيء تفهمه تحصلوا على 30,000. مستعد؟ مستعد. فني الصوت، شغل الصوت. الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم. مدرسة. 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 مصطفى. مدرسة. مدرسة. أيوة تصفيقة. أول 2000. قلم. قلم. مقلب. قلم. كلب. قلم. قلم. طيب شنطة. 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 سباح. شنطة. عباس. شنطة. سبات. شنطة. 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 سفاح. شنطة. 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 يلا اللي بعدها. حجر. 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 أنزل. بيعشرولة. حجر. 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 حجر تصفيقة. احنا بنتجاوز بعلوم فلوس. سيل. 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 شريك. سيل. سيل. مطر. سيل. 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 ثعبان. ما اسمعش. ثعبان. ثعبان. ثوبان. بنطلون. ايه بنطلون. 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 والله غشش. بنطلون. 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 ملوخية. ركلة. ملوخية. ثوم. ملوخية. 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 حل حل حل. كاميرا. 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 اه كاميرا. 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 سيكل. 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 حلو حلو. زنجبيل. 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 اشروا له كلكم. زنجبيل. 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 ماي. زنجبيل. شربة ماي. زنجبيل. زنجبيل. تفال. زنجبيل. شعير. شعير. سول. ايوه شعير. 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 ماي. علم. علم. كلامك ذكله. يلا علم.
شعر حبا حبا يقول لك علم 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 غيم علم ابتدي ايات وهد علم علم أمندم علم صباك ما ظل ما ظل صباك علم علم خير ما 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 أم ما 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 أيوة ما أم ما أيوة الله تعالكم كهرباء كهرباء أعصاب كهرباء 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 الآن المخرج كهرباء جابها جابها سر يهنا في قلوبهم كهرباء كهرباء أعزائنا المشاهدين فاصل 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 ونشوف كم جابوا من الكلمات ونعود نحاسبهم الفلوس. أعزائي المشاهدين وصلنا للختام جابوا 11 كلمة 22,000 طبعا هذا لا تظنوش إني هذا بيستغل قاصدين الله على أنفسهم يعني الرومانسية وأحب الشباب وال مبوش عندنا ها مبوش كيف مبوش ما فيش عندنا ذي الحركات ما فيش ذي الحركات ما فيش ولا أحب الشباب ولا مزيل العرق ما تحملنا بس وين بايكو إذا مبروك عليكم 22,000 ريال التقينا بالأخ عباس سالم عبد النشطان عباس سالم عبد النشطان طبعا أنا أشرح لها الموضوع ده حين معنا أنت السائل المسابقة معاك 6 أسئلة معنا 30,000 هنحصل 6 أشخاص لكل واحد هيحصل 5,000 أيوه. أنت هتسأل كل واحد سؤال إذا فاز هياخذ منك 5,000 تدفع له أنت وإذا ما جاوبش الخمسة تجارس جاهز؟ نعم تفضل 30,000 أذكر 5 أنواع من أنواع المانجو. إذن مشاهدين الكرام السؤال هو اذكر 5 أنواع من أنواع المانجو. نتوكل على الله ندور. طبعا الأخ عباس مع سؤال عيسألك سؤال لو جاوبت عليه عيدفع لك 5,000 ريال ما جاوبتش الخمسة ألف عاد رجع له اتفقنا؟ اسمع السؤال معه. أذكر 5 أنواع من أنواع المانجو. السوداني قلب الثور تيمور بومبينج سمكة صح الإجابة إذا محظوظ مبروك عليك الجائزة أذكر 5 أنواع من أنواع المانجو قلب تيمور سمكة بومبينج سوداني صحيحة. صحيحة مبروك حصلت 5,000 ريال وعدة ايش اسمك يا احمد سعيد سعيد احمد سعيد احمد معنا مسابقة فيها جائزة 5,000 ريال الاخ عباس عايسأل سؤال اذا جاوبت عليه هيكون من نصيبك 5,000 ما جاوبت هياخذه جاهز اسمع السؤال اذكر 5 من انواع المانجا قلب الثور سيح اسمع قلب الثور وزبدة واحد ايوه وامريكي وامريكي وتيمور تيمور وبركاني وبركاني ايوه سوداني سوداني كيف الاجابه اجابه صحيحه صحيحه ما لك باقه الثلاثين باقه الثلاثين اذكر 5 من انواع المانجو اذكر 5 من انواع التيمور مانجو سوداني قلب الثور سمكه سمكه يعني اجابه صحيحه طارت انتهت اذكر 5 من انواع المانجو تيمور قلب الثور سوداني بومبي زرباي تحصل 5,000
اسمك يا احمد؟ علي سهل. معنا فقره اسمها انت سائل، وطبعا اخي عباس بيسال قد يوزع 25,000، هن 30,000 يعني 6 اشخاص ما شاء الله، باقي 105، يا تكسبها انت يا ياخذها نصيبه. تمام انت الله جاهز. الله كريم. من لمن قعدت؟ ها اذكر 5 من انواع المانجو. اذكر 5 انواع المانجو: قلب الثور، بومبي، سمكه، تيمور، زبده. مشاهدينا الكرام انتهت الفقرة، السلام عليكم. من مواهب الريف لفت نظرنا تشجيع جميل، تنافس ما شاء الله، ايش اقول لكم، ابداع غير متناهي. انا احيي من يدعم مثل هذه المواهب الريفية. هنا دوري يقام في وصاب، منطقة وصاب، محافظة ذمار. يعني دوري لفت نظري التشجيع، الحماس، التنافس، حتى التعليق موجود. هذه طاقات الشباب نستخدمها صح، نوظف طاقات الشباب صح، بدل ما يلتهوا بأشياء أخرى، بدل القات. من ريف اليمن الجميل نوجه رسالة، هذا تعتبر رسالة لجميع الأريف وللمدن، الاهتمام بالرياضة شيء مهم ورئيسي. ونكلم المشرف الدوري الأخير الأستاذ عبد المجيد، من أين أتت فكرة الدوري الرياضي لهذا المنطقة؟ والله أول شيء هو تشجيع من اللاعبين حقنا نادي رشيد، والأخ مثل الأخ الدوبي والأخ خالد عبد السالم والأخ الأستاذ عمر والعادل، ونشكر جميع التجار على تشجيعهم للنادي، يدعموا النادي ونشجعهم. الآن أول شيء النادي يتسجل في محافظة دمار عشان يكون نادي مسجل، يعني يعتمدوه من وزارة الشباب. نعم، وهذا ونشكي تشجيع كان من المحافظة أن الملعب يكون له أساس في التشجيع للنادي، من كرة، من زي مبنى، إدارة ملعب، أرض. نعم، إذن من حقك توجه رسالة هذا للمعنيين. نعم. بالأمر، ونشكر جميع المواطنين هنا كانوا تشجيعهم كانوا وقفهم، والآن ونشكر قناة السعيدة على أفراح. هذا عبارة عن هذا أفراح جميع هذا النادي الأهلي الآن اللي فاز النادي الأهلي على النصر، وهم كلهم أخوة. نشتي القناة السعيدة أن تكرم تكون متواجدين معنا في الكأس عشان نسلم الكأس للأهلي. إذن الأستاذ عبد المجيد مشرف الدوري بيقدم لنا دعوة لكي نسلم معها الكأس للفريق الفائز والميداليات. إحنا يشرفنا ونحن بدورنا في برنامج الكاميرا في الريف في قناة السعيدة بنقدم هدية للفريق الفائز. إذن أعزائنا المشاهدين، تكريم المركز الثاني، فريق النصر المركز الثاني، الميداليات الفضية، يتفضل الأعيان والمشايخ هنا بتكريمهم. أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى اللحظة التي طال انتظارها، وهو التتويج، تتويج الأبطال في ريف اليمن الجميل، تصفيق على المركز الأول. تفضلوا استلام الميداليات. فقرة مواهب وسواليف الريف في برنامج الكاميرا في الريف على قناة السعيدة، يكرم المركز الثاني بمبلغ من المال، مبروك عليكم الجائزة، وكذلك المركز الأول، مبروك عليك الجائزة. نأتي إلى تتويج الأبطال، إلى الفرحة الكبرى، إلى تسليم الكأس لكابتن الفريق الأول. مبروك عليكم الكأس. إذن على أجواء الفرح والأجواء الابتسامة وصلنا وإياكم إلى ختام فقرة مواهب وسواليف الريف. تابعونا في الحلقة القادمة من برنامج الكاميرا في الريف 6.